بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان بنختبر السيارة هايما اس 5. دي واحدة من العربيات القليلة في معرض اوتوماك اللي فات 2017 اللي ما كنتش عملت لها ريفيو، ما لحقتش في ظل الريفيوهات اللي عملتها كتير للعربيات اللي موجودة. فجأة ظهرت قصادي العربية، انا مخطط لان انا اعمل ريفيو عنها واعمل تيست درايف من فترة بس لم يتسنى لي الوقت، لكن فجأة لقيتها في احد مشاويري موجودة قصادي وكان بالامكان عمل تيست درايف ليها فوري، وده سبب ان التيست درايف معمول بالليل. انا بحب اعمل تيست درايف النهار عادة. الانطباعات المبدئية على قعدة العربية، قعدة العربية مريحة جدا والعربية مليئة بالاكسسوريز. من ضمن الحاجات الظريفة اللي في بداية حركة العربية لاحظتها موضوع ان انت تدي اشارة يمين على سرعة 20 او اقل من كده في اثناء الملفات، مجرد ما بتدي اشارة يمين بتظهر لك رؤية محيطية، يعني بتنور، بتظهر الكاميرا اليمين بتاعت العربية وتبين لك ايه اللي على جنب اليمين بالسيارة، وبتظهر لك رؤية محيطية بالكاميرات اللي حوالين السيارة. لو اديت اشارة شمال يحصل نفس الوضع بس في الناحية الشمال زي ما احنا شايفين دلوقتي. فهي العربية من ناحية الأوبشنز زي العربيات الصيني اللي هي في الفترة دي اللي انتشرت بالكماليات الكتيرة. القعدة مريحة، حاسس ان العفشة ناعمة، لكن دي هتبان اكتر، هيبان هل هي ناعمة وثابتة ولا ناعمة وغير ثابتة، هيبان مع اول تسارع اعمله بالعربية. انا هبتدي دلوقتي تسارع في شارع كده واسع شوية عشان نشوف التسارع بتاع العربية ونقول انطباعي عنها. دلوقتي انا هبتدي التسارع من الثبات، احاول ابتدي التسارع من الثبات في الطريق، والطريق ان شاء الله فاتح معايا. دلوقتي احنا من الثبات، بسم الله. السحب ممتاز في الحتة البسيطة اللي انا طلعتها دي، احاول اجربه في الطريق اليمين اللي انا اخده هنا. احنا حاليا في منطقة زهراء المعادي. تسارع متوسط الى عالي في يعني في في, في الهاي بتاع المتوسط ده تقديري على طول، يعني حاجة ممتازة. بس يمكن انا برضو مرضتش اقرص في الاول، فهجرب برضو في الشارع الامامي ده بس مجرد ما الطريق يفضى نجرب تاني، بس ايه بقرص شوية. مازال نفس التقييم، مازال نفس التقييم بتاعي، تسارعها معقول يعني في الميد رينج في المتوسط، ولكنه في اعلى الميد رينج المتوسط، مش العالي جدا. الثبات هنجرب الثبات، هناخد ملف كده على سرعة عالية دلوقتي مع التسارع ان شاء الله. التسارع بعد الـ80 بيبقى مختلف نوعا ما، بيبقى مختلف اكتر، بيبقى تسارع شديد. والتربو بشكل اوكي، انا ساتسفايد والثبات محترم للسيارة. هبقى اشرح الاوبشنز بتاعت العربية وفئات العربية
الظريف في الهايمه انها دلوقتي كل العربيات الاس يو في اللي نازله الصيني بتبقى في الرينج مثلا بتاع من 330 ل 350 ل 390، بس سعر الهايمه اس 5 سعر مميز جدا. الهاي لاين بتاعتها الكامله سعرها حاليا 310 ألف، ده سعر مميز مقارنة بنفس السيارات من فئتها. هنستعرض مواصفاتها ان شاء الله كلها من واقع الكتالوج، وان شاء الله حين يتسنى لنا وقت هبقى عامل ريفيو كامل عنها في معرض من المعارض القريبة ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو الصغير ده ياريت تعملوا لايك وشير الفيديو في كل مكان عشان تعم الفايدة. انصحكم بإلقاء نظرة على سيارة هايمة في احد المعارض القريبة، وكيلها القصراوي وده وكيل مشهور، وكيل مشهور ومراكز الخدمة ومراكز الصيانة بتاعته في كل مكان، ووكيل من الوكلاء التراستد. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير الفيديو في كل مكان، واكتبوا تعليقاتكم وكومنتاتكم تحت الفيديو وهرد عليها كلها بإذن الله. وبالنسبة للناس اللي مشتركتش في القناة ياريت يعملوا اشتراك سبسكرايب ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد من فيديوهاتنا في حين إصدارها، ودمتم في أمان الله.